تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد. يوم الأحد هو أول يوم في الأسبوع، وإن شاء الله نكون كلنا بدينا يومنا هذا يوم الأحد بروح إيجابية وطاقة عالية ونظرة إيجابية لباقي الأسبوع، وإن شاء الله يكون الويكند أو إجازة نهاية الأسبوع اللي طافت كانت جميلة واستفدنا منها وارتحنا عشان نرجع اليوم للدوام بطاقة وحماس. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. مقدمة كل برنامج اليوم معاكم دكتورة ندى الملة محمود، إلى الآن في إجازة، إن شاء الله بينضم لكم غدا. أنا بشبع ما بكون موجودة، بكون في عيادتي، محمود بيكون معاكم باكر إن شاء الله، بيرجع من السفر. وخذوا عنا كل العلوم عن رحلة الثقافية لباريس، كانت رحلة وايد حلوة، هي جزء ثقافي جميل منها. فأيمن باكر يسأل محمود عن الرحلة. فمع أيمن سرحيل كالعادة في الإخراج، اليوم ميرا عليها غياب، ما عندي منسقة اليوم، أنا وأيمن بس في الاستوديو. أحلى دويتو يا أيمن، أحييك أيمن في هذا الصباح الجميل، وإن شاء الله كان إجازة نهاية أسبوع سعيدة كانت لك إن شاء الله. أذكركم بأرقام التواصل للاتصال 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على كاونت نور دبي ويصبحون علينا ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة والعافية. أم مريم صباحك وردي، أم مريم شكرا لانضمامك معانا على أكاونت نور دبي. في بداية كل صباح طبعا متعودين دائما تكون معانا الجميلة قلبا وقالبا أسمى الجناحي، تعطينا شو الجديد، شو استوى في الويكند، شو جديد مواقع التواصل الاجتماعي. صباحك وردي يا أسمى. صباحكم نور، وصباح الأحد اللي يحبه كل أحد. نعم، إنه يحبه كل أحد. قولينا يا أسماء شو عندك جديد؟ خمسة أيام الخميس. إيه، نعد من اليوم 5 أيام، وكم حد مطرشني على الواتساب 5 أيام و38 دقيقة و6 ساعات على الخميس. الناس تعد بالدقائق. شو الجديد عندك يا أسماء اليوم؟ نحن كنا في الويكند مركزين للتوعية على بعض الأمور اللي هي مثلا التهاب المفاصل، ما كان يصادف في اليوم العالمي التهاب المفاصل. أيضا كنا مركزين على الجفاف، صح إن الجو قاعد يتغير لكن والجو بيبرد، لكن هذا لا يعني نحن ما نشرب الماء، لأن أعراض الجفاف في بعض الأشخاص ما يعرفونها ويمكن يعتقدون هم مرضى في أمراض يعني صعبة ولا شيء، لكن يكون من سبب الجفاف منها الدوار، الصداع، الفم الجاف. ولازم يتذكرون إذا الإنسان حس إنه هو عطشان يعني الجسم واصل مرحلة كبيرة من الجفاف. صحيح. المفروض إن نحن ما نحس بالعطش إلا إذا كان الجسم فعلًا وصل مرحلة إنه لازم تشرب ماء. صحيح يا أسماء. يعني في جفاف عندك داخل. إنزين، ركز أيضًا على الكعب. طبعًا وأغلب البنات يشوفون الكعب، حطيناها النصايح للكعب، لأن الكعب العالي ممكن يسبب تشوهات في القدم، مشاكل في العمود الفقري ومشاكل في الركبة. صح إنه حلو، لكن حاسبوا على صحتكم، صحتكم أحلى. صحيح، صحتكم أحلى. غير هذا، اليوم يوم الأكل أحد، عندنا الملحق الصحي مع البيان الصحي، وفي ملف أو تقرير جدا مهم عن عمليات تجميل والفيلرز وخطورتها، فنتمنى أنهم كلهم يشوفون، يقدرون يشوفون على الموقع الرسمي للبيان في قسم خاص للبيان الصحي، أو أن يشترون جريدة اليوم تكون موجودة. غير هذا، ونختم بآخر شيء زين، في بداية هذا الأسبوع ضع هدفا لإنجازات عظيمة وخطة خاصة للتميز بعملك أو تتميز بحياتك، اللي ما يشتغلون لكن إنه ما يشتغل مو بيعني إنه ما يكون عنده هدف. صحيح. لازم هالمعلومة دائما تكون ببالهم. صحيح، ممكن نحدد أهداف سواء كنا نعمل أو لا نعمل، يعني قاعدين في البيت، ولكن هناك أهداف لكل شيء. إيه، كم كتاب أقرأ في اليوم، كم كتاب أقرأ في الأسبوع، وين يعني أنا بوصل نفسيا، لأن الأشياء هاي تأثر على النفسية. كم رياضة بسوي الحين، تحديد بين اللياقة صار بيبدأ يوم الجمعة. صحيح. شو خططكم؟ كل واحد يقول شو خططه للتحدي دبي للياقة. الفرصة لتغيير الأطباع دكتورة، لأن 30 يوم الإنسان ممكن يغير وايد أشياء في نمط حياته. صحيح صحيح يا أسماء، أنا شاكرة لك تواجدت معانا اليوم عن طريق الهاتف، ونهارك سعيد. نهار.
إنزين طبعا تعودتوا كالعادة يكون عندنا دراسة اليوم. الدراسة وايد جميلة وأنا عن نفسي أيد هالدراسة وايد. الدراسة شو تقول؟ الحيوانات الأليفة والقوارض لعلاج الأمراض النفسية. اعتمد أحد مشافي مدينة مانشستر البريطانية طريقة مميزة لعلاج أمراض الانفصام والاكتئاب باستخدام الحيوانات الأليفة. تدير برنامج العلاج المذكور ممرضة صحة نفسية تدعى شارون هول. كانت قد مرت بتجربة مماثلة عندما اشترت جروان صغيرا للتغلب على الحزن الذي أصابها بعد وفاة والديها، واليوم تستعين الممرضة بهذا الجرو وبعض الأرانب والقوارض لمعالجة المرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وفي تعليق على هذا النوع الفريد من العلاج قالت هول: قال لنا المعالجون النفسيون أن بعض المرضى الذين رفضوا في السابق المشاركة في أي برامج جماعية للعلاج النفسي يستمتعون بهذا النوع من العلاج ويشاركون فيه بنشاط. أشارت إلى أن بعض جلسات العلاج التي تشرف عليها لا تتخللها أي أحاديث أو إشراف من المختصين، بل يترك المرضى مع الحيوانات ليتفاعلوا معها، فحين يستمتع المرضى بحضور الحيوانات يكون هذا هو خيط الضوء الرفيع الذي ينير ظلام حياتهم ويجعلها أكثر متعة. أنا إنسانة صراحة أعشق الحيوانات، أنا أحب القطط وأحب العصافير وأحب الفئران الصغيرة، أحب الحيوانات بشكل عام. في ناس ما تحب وجودها في البيت، بس أنا جدا 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 أحب الحيوانات. فهذه الدراسة تبين أن الحيوانات ممكن تساعد مرضى الاكتئاب وبعض الأمراض النفسية أنهم يتخطون هذا المرض. زائد في دراسة بينت أن وجود بعض الحيوانات في البيت للأطفال يساعدهم على تحمل المسؤولية. إذا عندك أطفال في البيت مثلا ما يسمعون الكلام، فيهم شوي عناد، تبي تعلمينهم يتحملون المسؤولية، ما يرتبون غرفهم، هاتي لهم حيوان أليف صغير وقولي لهم مسؤوليتكم تهتمون فيه، بس تخلينا لا يموت يعني، بس أنت راقبي من بعيد وليه المهمة. معنا أبو مصبح على التليفون، ما بطول عليه، صباحك ورد يا أبو مصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير والنور والسرور. صباحك نور وورود وسرور وطاقة إيجابية وكل شيء تحبه. وياك الله يطول عمرك يا دكتورة، شحب حالك يا دكتورة. خير الله يسلمك. ووجه تحية لأختنا أم خليفة، موجود أم خليفة، قلت لا أنت وين من سرحين عاد، قلت ما أبو نوع بعد تأخير، توها واصلة توها واصلة. لا دوما هي راعي توفى الله يطول عمرك، عاد مهما نقول ما نوفي حقه واللسان يعجز عن شكرها أم خليفة. ايه ما تقصر جميعا إن شاء الله يزاك الله خير. ما تقصر والله، والله هاي دراسة طيبة الصراحة اللي ذكرتيها، الله يطول عمرك. وشيء طيب ان الواحد يكون عند هالحيوانات الأليفة هاي اللي هي الله يطول عمرك من استوينا نحن وشوابنا، ان تعرفين حتى القطاوة القطة اللي بتقولوا عنها القطاوة، حتى سبحان الله من يأكلونهم، حتى الحمام، حتى الدياي، حتى مثل ما يقولون الهوش ولا شو يسمونه. صحيح صحيح صحيح. نعم كله رحم الله يطول عمرك، لان تدري شو الاكل الفايض الله يطول عمرك، هذا بعد ترى رحمه، ترى انت تاجر على هالشيء الله يطول عمرك. صحيح بمصبح صحيح. الله يحفظك والله. ما شاء الله عياده عيبتني دراسه وهالشيء طيب، بس عاد الحين العيال يخافون وما مثل قبل الله يطول عمرك. وحين بعد يعني على الطب وتطور الطب الله يطول عمرك، ان تقول لك الامراض اللي هي تنتشر من هالاشياء هاي. صحيح. وبس بعد مهما يكون ان في وقايه هناك وفي اماكن مثل ما تقولين اللي هي يكون الفحص على هالاشياء. اكيد اكيد الحيوانات الاليفه الله يبارك فيك. بارك الله فيك ابو مصبح، مشكور مشكور جدا على تواصلك معنا وشاكر لك المداخله، ونهارك سعيد. ذكر مصبح ان الاطفال احيانا يخافون، ما نجيب لهم حيوان واحد وخليهم يتعودون عليه شوي شوي، بس فعلا الحيوانات الاليفه تعلم الاطفال تحمل المسؤوليه، يخليهم حتى اطفال مرتبين اكثر ومنظمين اكثر في حياتهم. فنبغى كل ام تجرب ان تجيب حيوان صغير، يعني مثلا تجيب عصفوره، بعدين ممكن مثلا قطه صغيره وهكذا، وان شاء الله تستفيدون. احنا تاخرنا شكلنا على الفاصل، رح نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع وايد مهم فلا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده. رجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600-551-414، والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي على الإنستغرام.
واصلت هيئة الصحة بتبي خطواتها المتسارعة نحو عملية التحول الذكي التي تنفذها في جميع منشآتها الصحية، ولتشمل خدماتها الطبية وتجهيزات المنشآت وغيرها من العناصر والمقومات التي تشكل صلب المنظومة الصحية. أحدث أنظمة الاتصال والتواصل الذكي غير المسبوق دشنتها هيئة الصحة في دبي في مستشفى لطيفة مؤخرا يسمونه فسيرة، هو نظام النداء الطبي الذكي، والتي تكفل التواصل الآمن والسريع بين الطواقم الطبية والطبية المساعدة وفرق التمريض، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية والاستجابة لجميع الحالات المرضية التي تقصد الاستفادة من بيئة الاستشفاء التي تميز مستشفى لطيفة. حول هالموضوع يسعدني يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة. صبحت الله بالخير دكتورة منى. صبحك الله بالنور. هلا دكتورة، كيف حالك؟ خير الله يسلمك دكتورة. أدري أنت مشغولة، ما رح نطول عليك، بس تعطينا طبعا أول شيء فكرة عامة عن نظام فسيرة. زين، نظام الفسيرة عزيزتي هو نظام اتصال ذكي، سمارت كوميونيكيشن، يعني وايرلس. والحلو فيه أنه فويس اكتيفيتد، يعني بالصوت بدون استخدام الإيد أو الاتصال. وبيسكلي يسوي لك شو، يعني ان الاطباء والممرضات والكادر الاداري الكل ممكن يتواصل عن هالطريقه. ممتاز. فالغرض من ان سرعه الوصول للمعلومه مثلا محتاجينها او للشخص، فما في داعي نجلس ندور مثلا في الجدول من المناوب واتصل فيه مثلا ما رد علي او اذا الشخص مشغول سبحان الله. فهذا السيستم يضمن لك ان يريسيف يعني مثلا الانسر، وحتى لو كان الشخص مشغول it gets escalated فيروح حق النكست انكول. مثلا اذا الفيرست انكول ما رد عليك يكون المناوب الثاني، اذا مو بالمناوب الثاني المناوب الثالث. فدائما بيكون في حلقة اتصال يعني وسريعة. ممتاز. شو الغرض من يكون في مثل هذا النظام النداء الآلي الذكي؟ تدري طبعا أهم الأشياء في أي مستشفى هو التواصل والاتصال. according to joint commission تعرفين أن أكثر أسباب مثلا الوفيات أو sentinel events اللي هي لما تصير المشاكل سببها عدم التواصل اللي مثلا في الوقت الصح او بالمعلومات الصحيحه. صحيح. فالكوميونيكيشن احنا اليوم نعرف انه من احد الاسباب ومن اهم الاسباب اللي تؤدي الى خلينا نقول مضاعفات او سنتينل ايفنتس. فعشان نتفادى هالاشياء ويكون في اتصال جيد احنا قررنا ان نستخدم هذا النظام، نظام الفسيرة. ممتاز. مدى توافق هذا النظام مع الملف الطبي الالكتروني سلامة؟ بيكون طبعا هو هذا سيستم وممكن يستوي انتجريتد مع الابيك وسلامة. فما راح يكون في تعارض، يعني باكر مثلا في السكيدجول كله بيبين، وممكن الدكاترة حسب مناوباتهم يكونون موجودين وشي. والسيستم هذا ممكن بسهولة يستوي الانتجريشن مع سلامة. ممتاز. هل هذا النظام هو يعتبر سابق لمستشفى لطيفة، وهل مطبق في أي مكان آخر حول العالم؟ طبعا هي في دول العالم، أمريكا يمكن كانت سباقة في هالمجال، وعندنا احنا في هيئة الصحة الأوائل، بس في كليفلاند كلينيك أبو ظبي عندهم، وأظن يمكن بعد مستشفى ومستشفيين هني في دبي في الإمارات. ممتاز. أنا شاكرة للدكتورة منى تهلك، مدير التنفيذي لمستشفى لطيفة. ما بطول عليك، أدريبك مشغولة، نتمنى لك نهار سعيد وكل التوفيق إن شاء الله. حبيبتي مشكورة يا دكتورة. شكرا لك. بنكمل محاور
الحديث عن نظام فسيرة. عندي في الاستوديو الدكتور محمود صالح الحليق، استشاري طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال ورئيس وحدة المعلوماتية الصحية في قسم الأطفال في مستشفى لطيفة. صبحك الله بالخير دكتور محمود. صباح نوري، هلا بك. هلا فيك دكتور. طبعا دكتورة منى شرحت لنا شو هو النظام وشو الغرض منه، بس أحيل كطبيب في المستشفى كيف يعمل هذا النظام؟ النظام زي ما ذكرت الدكتورة منى نظام ذكي للنداء الطبي، يعتمد على البصمة الصوتية. يعني الطبيب بكبسة زر على الجهاز اللي معلق بيكون على الصدر يستطيع أن يتواصل مع الطاقم الطبي أو مع الممرضة أو مع أطراف أخرى في المستشفى. فطبعا هذا النداء الذكي اللي هو عن طريق البصمة الصوتية سوف يؤدي إلى تسريع الاتصالات ما بين جميع عناصر الطاقم الطبي المتواجد في المستشفى، وبالتالي سيؤدي إلى سرعة الخدمة، تفادي أخطاء، ورضا المتعامل في النهاية. ممتاز. دكتور محمود، شو وسيلة التواصل حاليا قبل تطبيق فسيرة؟ طبعا النداء اللي بيتم في المستشفى واللي بأحيانا كتير في بعض المرضى بيشتكوا من الإزعاج نتيجة النداء المعلن في المستشفى، صحيح، إلى جانب التليفونات والبليب سابقا. صحيح. فهذا نظام فسيرة فقط يستخدم في حالة الطوارئ ولا في كل حالات التواصل بين الطاقم الطبي في المستشفى؟ لا، نظام الفسيرة سوف يكون النظام المعتمد لجميع أنواع التواصل في المستشفى. زي ما ذكر دكتورة منى، أحد أكثر أسباب وجود أخطاء في أي مستشفى أو في أي نظام طبي الكوميونيكيشن، التواصل. في دراسة في أمريكا ذكروا حديثا أكثر من 70% من الأخطاء الطبية تحصل نتيجة فشل في التواصل ما بين الأطباء أو الطاقم الطبي سواء تمريض أو ممرضات. فالتواصل كله يعني حيكون سواء حالة طارئة أو غير طارئة عن طريق الجهاز هذا. طبعا في وجود الحالات الطارئة بيظهر أهمية النظام الفسيرة، لما تكون مثلا سيدة حامل وإجت مستشفى وفي ولادة طارئة، سرعة التواصل ما بين الطاقم الطبي وإجماع وتجمعهم لتأديد يعني لتقديم الخدمة للحالة الطارئة هذا حيظهر الفرق بطريقة واضحة. ممتاز. أنت ذكرت دكتور أن في بصمة صوتية، فهل معنى أن الموظفين أو كادر الطبي قبل تشغيل نظام فسيرة تم أخذ صوتهم عشان يتعرف عليه الجهاز؟ طبعا تطبيق هذا النظام في المستشفى تم على مراحل. في المرحلة الأولى كان زي بايلوت، درسنا الجهاز لقيناه فعال. المرحلة المهمة اللي هي تدريب الموظفين وتدريب الجهاز نفسه على معرفة صوت. يعني أنا لما أبتدي يعني الجهاز يلتقط صوتي مرة مرتين ثلاثة، هاي الشغلة بتأدي إلى أنه الجهاز يتعرف على صوتي أوتوماتيكيا. وهذا سر السرعة في التواصل. ممتاز. إنزين دكتور محمود، إحنا رح نطلع فاصل صغير ونرجع عشان نكمل نسألك أكثر عن نظام فسيرة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. بذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي في الانستغرام. على نور دبي في حد كان يسأل وين عيادة الصداع في هيئة الصحة في دبي؟ جاوبناه من عيادة الصداع موجودة في مركز البرشة ومركز ند الحمر، تعمل مرتين في الأسبوع. وللحصول على الخدمة في عيادة الصداع لازم تزورون طبيب العائلة، هو يعطيكم التحويل على عيادة الصداع. قبل الفاصل كنا نتكلم عن نظام النداء الطبي الذكي فسيرة اللي تم تشغيله في مستشفى لطيفة.
معانا الدكتور محمود صالح الحليق استشاري طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال، رئيس وحدة المعلوماتية الصحية في قسم الأطفال في مستشفى لطيفة. حياك الله معانا مرة ثانية دكتور محمود. طبعا كنا نتكلم عن نظام فوسيرا، فهل تم تدريب الكادر الطبي عليه؟ هل يحتاج تدريب معين لتشغيل هذا النظام؟ طبعا يحتاج إلى تدريب، وتم تدريب الكادر الطبي من أطباء وممرضين على طريقة استعماله، وجزء من التدريب كان زي ما ذكرت اللي هو تعرف الجهاز أو النظام على البصمة الصوتية، لأنه نظام الفوسيرا إلى جانب أنه عبارة عن أجهزة يحملها الطبيب، يوجد جهاز متكامل أو نظام متكامل يسجل جميع الاتصالات التي تحصل، يسجل دخول الطبيب وخروجه من النظام، فكل هاي الأشياء بتساعد حتى الإدارة على الإشراف على وجود نظام نداء واستجابة لهذا النداء بسرعة كافية ليتضمن علاج صحيح وسريع للمرضى. ممتاز. لو من وجهة نظر المريض الحين، المريض يقول شو فائدة هذا النظام لي أنا كمريض، شو بيأثر في الخدمة؟ يعني أعطي مثال، سيدة، نفس المثال، سيدة حامل دخلت المستشفى وفجأة يعني الطفل الجنين سوف ينزل أو محتاجة إلى عملية قيصرية طارئة. الذي كان يحصل في السابق أنه الممرضة تتصل عن طريق الهاتف بالبدالة، تطلب منه طلب دكتور التخدير، دكتور الأطفال، دكتور النساء والولادة، يتصلوا في غرفة العمليات. لكن مع وجود جهاز الفوسيرا أو نظام الفوسيرا ممكن الاتصال بشخص أو ممكن الاتصال بمجموعة من الأشخاص بنفس اللحظة، بحيث يتم وصول هذه الرسالة، سواء كانت على فكرة صوتية، حتى ممكن تكون تكست مسج، رسالة نصية في المرحلة القادمة إلى مجموعة أشخاص. فأنت بالطريقة هاي سرعتي تجميع الطاقم الطبي اللازم لعلاج الحالة الطارئة هاي بأسرع طريقة. ممتاز. فأنت مثل ما ذكرت دكتور أن هذا بيختصر الوقت والجهد في الاتصال في أكثر عن شخص، ويوفر الوقت في أنك لما تتصل ولما تتم الاستجابة ولين يوصل الطبيب للمكان المفروض. فطبعا هذا يسرع، يحسن من فرص مثل ما قلنا نجاة المريض أو تدخل الطبي في الوقت المناسب. بالضبط. نظام فوسيرا هذا كيف يراعي خصوصية المريض؟ يعني هل تتم نقل المعلومات عن طريقة في الفوسيرا ولا كيف؟ هلا النظام كأي نظام تكنولوجي في معايير دولية تضمن سرية المعلومات، فطبعا كنظام يعني مبني في نظام سرية بحيث ما يحصل أي نوع من الهاكينج أو حد يعني يلتقط قرصنة للنظام، قرصنة للنظام، إلى جانب أنه يعني الخصوصية ممكن أحيانا أنا ممكن أتكلم يعني بطريقة مباشرة إلى الجهاز، أو إذا أنا ما بدي اللي حوالي يسمع اللي عم بيصير الحكي، ممكن أستعمل الجهاز بالضبط زي كأنه تليفون، أسكر الصوت وأحط التليفون على الأذن وأتكلم مع أحط القطعة الجهاز الفوسيرا على الأذن وأتكلم فيها، أو عن طريق سماعة توصل للفوسيرا وتنحط في الأذن ويتكلم الواحد، ما بيكون الصوت واضح للناس. ممتاز. عندنا مكالمة من بو حمد. بو حمد صباحك خير. ألو بو حمد. تفضل أخوي. صباحك ورد. سلام دكتورة، كيف حالك؟ خير الله يسلمك. كل يوم هي الصحة تفادينا بشيء جديد، الله يوفقه إن شاء الله. الله يخليك، شكرا. عندي ملاحظة، ما أدري ممكن هي تقنية أكثر منها، يعني طال عمرك اليوم المرضى اللي هم يعني مشتركين في مرض معين وبكثرة مثل أمراض الضغط أو أمراض السكر، الفئات هذه لو وجود مثلا في مثلا دواء جديد، تغيير خط يعني برنامج علاج، أو في مثلا فحوصات معينة تطلع من الهيئة مثلا رسائل لهم، يعني مثل مرضى السكر تطلع لهم مثلا ان في دواء جديد او في مثلا فحوصات معينه، او تعال فيها مثلا ممكن انه يكون جهاز جديد مثل
يعني تم استخدامه مرضى الضغط، مرضى القلب، يعني أنا أقصد مرضى الكلى، بحيث إنه لو فيش جديد يعني في مجرد رسالة تطلع المنصية يعني مثل يعني تعالوا أو في دواء جديد أو مثلا تنبيههم لمراجعة الطبيب أو ما إلى ذلك. والله فكرة جميلة أخوي أبو حمد، ولكن إحنا في هيئة الصحة ترى تم التوعية بأي علاج جديد، أي نظام جديد، أي خدمة جديدة عن طريق برنامج صحة وسعادة وعن طريق موقع الهيئة في الانستغرام. أنا قصدي لما توصل يعني فئات معينة، لما توصل لما تحددتي مثلا وصول مثلا تقنية جديدة لعلاج معين، نعم، لعلاج فئة معينة، هي موزعة بحسب الداتا، بحيث إن شو اسمه يعني بتفيد في أكثر من شيء، في الاستبيان، في 100 شغلة ممكن يعني تكون رسالة نصية تطلع للفئة هذه اللي هي مقصودة، يعني لأي معلومة توصل جديدة أو حتى الاستبيان أو متابعة أو إعطاء يعني ملاحظة في دواء جديد، في تحاليل جديدة، بحيث إن المريض يراجع إن شاء الله. يعني في أمراض كثيرة مشتركة اليوم، صحيح، الله يعافي الجميع، وفيها كبيرة تكون مثل السكر ومثل الضغط ومثل الكلى ومثل القلب، ويعني صحيح، فما شاء الله مع هيئة الصحة كل يوم تفاجئنا بجديد، بس هي المقصود إنه مجرد ما اقترح يعني إن شاء الله. فالك طيب أخوي أبو حمد، ننقل إن شاء الله اقتراحك للمعنيين إن شاء الله، وإن شاء الله يتطبق، وشاكرة لك مداخلتك الإيجابية واقتراحك الجميل، شكرا لك ونهارك سعيد أخوي أبو حمد، شكرا لك. نرجع حق دكتور محمود. دكتور محمود، لو ممكن تعطينا فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها قسم الأطفال في مستشفى لطيفة. قسم الأطفال في مستشفى لطيفة يتكون من عدة تخصصات في داخل يعني تخصص الأطفال. طبعا الدرجة الأولى في طب أطفال عام، في طب الجينات بالنسبة والأمراض الوراثية والأمراض الأيضية، قسم الأمراض الصدرية، أمراض القلب للأطفال، أمراض السكري والغدد الغدد، إلى جانب طبعا قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة أو الخدج والطوارئ طبعا. ممتاز ممتاز. شو العيادات التخصصية الموجودة في مستشفى لطيفة اللي تخدم الأطفال؟ كل التخصصات اللي ذكرتها حاليا متواجد لها عيادات تخدم الأطفال، بدءا من جميع خريجي الأطفال اللي بيطلعوا من قسم العناية المركزة الأطفال حديثي الولادة اللي هم بيبتدوا من 500 جرام وحتى أقل لغاية الولادة الطبيعية، يتابعوا في عيادة الأمراض الأطفال الخدج، الأمراض الصدرية، أمراض الغدد، السكري، فجميع التخصصات يوجد لها عيادات تستقبل الحالات اللي تكون أحيانا يا إما يعني كانت منومة في المستشفى أو محولة من عيادات خارجية أو عيادات خاصة. ممتاز. دكتور محمود، طبعا نلاقي الحين في مستشفيات مثل مستشفى راشد هناك التعاون يكون بين اكثر من تخصص لعلاج نفس الحاله، طبعا مستشفى لطيفه يخدم النساء والولاد ويخدم الاطفال، فاكيد في تعاون بينكم، فالتعاون القائم بينكم بين قسم النساء والولادة كيف يتم كيف يتم التعاون؟ هلا اكثر جزء واضح في التعاون اللي هو شيء بسموه الفيتو ماترنال ميديسن، اللي هو عياده الطفل قبل ما ينولد ولغايه ما ينولد، وخصوصا الحالات العاليه الخطوره. من المعروف ان مستشفى لطيفه كمستشفى تخصص للنساء والولاده جميع الحالات اللي فيها خطوره على الولاده، مثلا ولاده مبكره، عيب خلقي في الطفل شخص قبل الولاده، مجرد ما يعني ياتي الى المستشفى ويبتدي يتابع يحصل التعاون ما بين قسم الاطفال الخدج وقسم النساء والولاده، يتم مقابله الاهل، شرح ما سوف يحصل بعد الولادة، شرح المضاعفات المحتملة من وجود مثلا عيب خلقي أو ولادة مبكرة، لو كان مثلا المشكلة جراحية مثلا للطفل ممكن إلى جانب طبيب الأطفال الخدج والدكتورة النساء والولادة طبيب جراحة الأطفال كمان يكون موجود في نفس المكان، ويتم توعية الطبيب إلى سوف ما يحصل بعد ذلك، وطبعا بعد الولادة
الولادة الطبيب الأطفال يعني بيعطي الفيدباك شو صار مع الطفل لقسم النساء ومشان التاريخ المرضي، وإذا في أي شيء في المستقبل ممكن نعمل للأهل لتفادي حالات زي هاي. ممتاز دكتور محمود، بما أن أنت استشاري طب أطفال الخدج وحديثي ولادة، شو أكثر الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى ولادة الطفل خديج؟ إلى جانب الأمراض المزمنة اللي بتحصل عند أي شخص زي السكري، الضغط، أمراض الكلى، الأمراض المزمنة هاي بحد ذاتها ممكن تؤدي إلى حصول ولادة مبكرة. طبعا الاسترس، الضغط النفسي والضغط الجسدي ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة. لوحظ أيضا الأطفال الأنابيب أو الأطفال بالإخصاب، نسبة الولادة المبكرة فيها مرتفعة. أحيانا سبحان الله إذا الطفل فيه عيب خلقي وشديد ممكن تحصل الولادة بطريقة مبكرة جدا، يعني لهدف يمكن من عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. إذا مثلا حالة ميؤوس من العلاج فيها، التدخين طبعا أحد الأسباب، الكحول أحد الأسباب. البنية الجسدية للمرأة نفسها إذا كانت قصيرة أو في عيب في العنق الرحم، كل هاي الأشياء ممكن تؤدي إلى ولادات مبكرة. ممتاز. شو أشهر مضاعفات ممكن يتعرض لها الطفل الخديج، وهل المضاعفات تتغير حسب شهور عمر الخديج؟ يعني كل ما كان أصغر سنا في ولادة يكون عنده فرصة لإصابة مضاعفات أكثر من الخديج اللي شوية أكبر؟ طبعا زي ما ذكرت، هي كل ما كان سنه أصغر يعني مولود أبكر من التاريخ المتوقع له، وخصوصا مثلا 23 أسبوع أو 24 أسبوع، الطبيعي الطفل ينولد عند 37 أسبوع وما فوق. صح. فلو كان 23 أو 24 أسبوع هنا بيكون الأكثر شيء الخطورة، بدءا من مضاعفات أحيانا اللي هي مشهورة، حصول نزيف في الدماغ تبع الطفل، حصول التهابات بسهولة عند هذا الطفل لأنه مناعة جسمه بتكون تقريبا معدومة. صحيح. حصول مشاكل في الشبكية للعين اللي ممكن تؤدي إلى العمى. طبعا هاي الشغلات تعتمد على طريقة علاج الطفل، مش شرط كل طفل خديج تصير معاه هاي الشغلة. صحيح. يعني في عنا احنا من كم شهر طلعنا طفل 420 جرام وزنه، يعني أقل من نص كيلو، كان مولود عن 23 أسبوع من غير أي مضاعفات من هاي المضاعفات. ما شاء الله. فهي بتعتمد على التجهيزات اللي موجودة وعلى خبرة الطاقم الطبي اللي يتعامل مع الحالات هذه. أي صحيح، وأكيد ما شاء الله الطاقم الطبي في مستشفى لطيفة ما شاء الله ممتاز، والدليل الخدمات اللي تقدمونها للخدج، ورضا المتعاملين لما يزورون يقولون عن الخدمات المميزة اللي تقدم. لو ممكن دكتور محمود تعطينا على السريع عن التوسعة اللي انتم سويتوها في قسم العناية بحديثي الولادة أو بالخدج. نتيجة التوسعة في دبي بصفة عامة وزيادة السكان، طبيعي على ما من ساعة ما ابتدى مستشفى لطيفة في استمرار بتوسعة قسم العناية المركزة بالذات. صحيح. يعني ابتدينا بال87 ب24 سرير، حاليا من سنة تقريبا افتتحنا آخر افتتاح اللي هو وسع القسم ل64 سرير، يعتبر أكبر قسم في دبي حتى تقريبا في المنطقة. وميزة القسم هذا أنه يحتوي على تجهيزات فينا لحنا نعطي تنفس صناعي، وجميع أنواع العلاجات اللي محتاج لها الطفل متوفرة في جميع الغرف. ممتاز. القسم الجديد اللي وسعناه أخذنا فيه بالاعتبار الخصوصية تبعيت الأم، وركزنا على شيء الكونسبت اللي بسموه family centered، يعني تركيز على أهمية وجود الأم والأب مع الطفل. ففي تجهيزات بحيث أن الأم ممكن لو بدت
يعني تقضي أكبر وقت من اللازم ممكن تكون موجودة عشان خصوصا الحليب الطبيعي تعطيه. صحيح. إلى جانب وفرنا 4 سراير ممكن قبل خروج الطفل من المستشفى نخلي الأم مع الطفل لمدة 2-3 أيام على أساس ندربها كيف تتعامل مع الطفل الخديج، وهذا بيسرع خروج الطفل من المستشفى بطريقة صحيحة. ممتاز. احنا عندنا مداخلة من أبو عبد الرحمن. صباحك ورد أخوي أبو عبد الرحمن. ألو ألو تفضل أخوي. ألو هي تفضل أخوي أبو عبد الرحمن نسمعك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء صباح الخير عليكم وعلى ضيفكم الفاضل. صباحك وعلى الإمارات شيوخها وشعبها. مرات الخير. وعندي مداخلة، وأنا سبحان الله يعني ربي رزقني في أطفال 2 خدج من حوالي 3.5 سنين. هي بيد الله سبحانه وتعالى كل الأمور. وفي البداية حاب أن أقدم شكر خاص إلى كل يعني إنسان كان عامل أو كان ممرض أو دكتور أو دكتورة وأخصائي. حقيقة أنا زوجتي يعني وضعت في مستشفى خليفة في عجمان، وكان أيضا مستشفى لطيفة دور الأكبر في المساهمة في إنجاحهم يعني. وأقدم الشكر إلى الجميع في كل المستشفيات في الدولة، جزاكم الله خير. شكرا. نعم الناس، أنا بغيت أني أنا أقول شيء صراحة. الناس تعتقد بأن هذا العمل بسيط، ولكن يعني أنا عيالي جواب 23 أسبوع، وأيضا أوزانهم ما تعدت 500 جرام، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد كان أكبر وأعظم ما كنا نتوقع. يعني خرجوا بدون أي مشاكل بفضل الله عز وجل، وإن كان في بعض يعني الأمور خلنا نقول ما هي غير طبيعية، ولكن تحتاج إلى وقت حتى تكون طبيعية. صحيح. نعم، ولكن أنا أقولها يعني والكل يعني سافرت ورحت على عدة دول أوروبية والتقيت في كثير من المتخصصين. وذكروا لي بأن أحمد الله عز وجل أنه عندك كان طاقم طبي بهذا، لأن النتائج اللي موجودة في دولة الإمارات الآن ما تحصلينها في أي دولة حتى على مستوى الدول المتقدمة. صحيح. نعم هذا الشيء نفتخر فيه، الله يجزاهم الخير. أنا صراحة بقدم تحية وشكر وتقدير بعد هذه السنوات إلى كل الطاقم، وأخص بالشكر الدكتور محمد مصطفى كان أيضا موجود، دكتور نديم، دكتورة سوزي، كل الطاقم التمريضي. يمكن أنا لنا هم من إخوان الوافدين، لكن يمكن ما استطيع أني أنا أتذكر أسماءهم، لكن ما يروحون من الذاكرة. رب عسى ربي أن يبعد عنهم الشر. آمين إن شاء الله. أنا شاكرك عبد الرحمن، سامحني لأنه وصلت على نهاية البرنامج. شاكرة لك رسالتك الإيجابية، والله يخلي لك عيالك إن شاء الله، والحمد لله على سلامتهم. طبعا أنا أشكر بعد دكتور محمود صالح الحليق، استشاري طب الأطفال الخدج وحديثي الولادة، رئيس قسم الأطفال، رئيس وحدة المعلوماتية الصحية قسم الأطفال في مستشفى لطيفة. شاكرة لك تواجدك معنا اليوم دكتور محمود، ونهارك سعيد. وشاكرة لك أيمن سرحيل وميرا الخفلي وتواجدكم معايا اليوم، وإن شاء الله باكر برد لكم محمود إن شاء الله، أنا باباكم موجودة إن شاء الله باكر، برجع لكم الأربعاء. إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.